من يلقي نظرة قريبة على مدينة تعز سيدرك أنها ليست مسرحا للموت فقط، فلطالما كانت مسرحا للحياة. تعز مدينة خلقت للحياة ولم تخلق للموت. تحاول مدينة تعز الوقوف بأبنائها والنهوض من تحت أنقاضها متعكزة بالحب والثقافة، ويحاول الأبناء حمل مدينتهم الكثيرة على أكتافهم بإحياء ذكرى اليوم العالمي للمسرح، علهم يوصلون للعالم رسالة مفادها نحن الباحثون عن الحياة وإن أجبرتنا ميليشيا الدمار على الموت. رغم كل المآسي اللي تمر فيها ما زال فيها مبدعين، ما زلنا نحتفل، ما زلنا في معنا إنتاج فكري، ما زالت المواهب أيضا موجودة، وإن شاء الله تعز ما زالت موجودة. قد تعرقل الحرب حركة عجلة الحياة أو تبطئها قليلا، لكنها لا تستطيع إيقافها تماما، خصوصا إن كان فيها من يصنعون من الأمل وقودا لتحريك عجلتها مرة أخرى. نقدم روح تعز المتمسكة بالثقافة ومتمسكة بالفن وبالحرف في وجه كل آلات القتل والبطش والحرب الظالمة التي طالت تعز، طالت مبانيها، طالت أجسادها، طالت كل الأبرياء، نساءها، أطفالها، لكنها لم تقتل الأمل فينا، لم تطال ذلك الفكر ولا تلك الروح المثقفة للتعزي. اليوم تعز خرجت، حضرت لتقول أنها تتمسك بالثقافة في وجه الحرب وتتمسك بالحب في وجه الحرب. هذه تعز لا يمكن لأحد أن يكسرها. رغم الحرب المفروضة على هذه المدينة ورغم الحصار الذي يطوقها ويشد خناقه عليها وعلى أبنائها منذ عامين، تظل تعز واقفة في وجه الحرب وعلى ثغرها نشيد الوطن.